السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. عملاق شركة سامسونج الجالكسي اس 24 الترا ما سيقدمه من جديد؟ تسريبات جديدة على هذا الجهاز، على شكله، على السعر الذي سينزل به، كل هذا سنتعرف عليه معا في هذا الفيديو. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالنقر على زر لايك، إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. تعول شركة سامسونج كل سنة على نسخة الألترا لتضع فيها يعني أفضل المواصفات وأعلى المواصفات الموجودة على الساحة، لتستطيع منافسة أغلب الفلاجشيبس من كل الشركات، يعني خاصة الايفون 15 برو ماكس الذي يأتينا بتحسينات كبيرة هذه السنة. يعني شركة سامسونج مطالبة بأن تضع قيمة أكبر على هذا الجهاز لينافس الايفون، وهذا بدون شك ما تفعله شركة سامسونج كل سنة. مع الاس 24 الترا سنرى تحسن كبير على مستوى تجربة التصوير، على مستوى الشكل، يعني الهاتف تقريبا لا يوجد فرق بينه وبين النسخة الفارطة، فقط ستكون هناك ألوان جديدة سنتعرف عليها في فيديوهات قادمة. بالنسبة للمواصفات، من المنتظر أن تشهد نسخة الاس 24 الترا أفضل معالج من شركة كوالكوم، وهو الكوالكوم سناب دراجون 8 جن 3 بمعمارية 4 نانومتر، بدون شك داعم لخدمات 5G، سيعطينا تحسينات كبيرة مقارنة بالسنوات الفارطة مع الجالكسي اس 23 الترا الذي كان يعطينا اداء قوي جدا. هذه السنة الاداء سيكون افضل، وستكون هناك تجربة صور يعني افضل بكثير، ستكون هناك عدسة جديدة من المنتظر ان تعلن عليها شركة سامسونج، او نتحصل على تسريبات رسمية في الفترة القادمة على نوعية العدسة. لكن حسب اغلب التسريبات هناك تحسين كبير على مستوى تجربة الصور ودقة الفيديوهات مع النسخة القادمة. ايضا اصدقائي، هناك تحسين على مستوى البطارية مع الاس 24 الترا، سيتم اضافة بطارية يعني جديدة ستعطينا تجربة استخدام اعلى، والشحن سيكون افضل مقارنة بالجيل الفارط، يعني سنأخذ عمر بطارية اكبر وتجربة شحن اسرع، وهو شيء ممتاز جدا. الى حد هذه اللحظة كل الاخبار تؤكد بان شركة سامسونج لن ترفع في سعر سلسلة الجالكسي اس 24، جميع السلسلة ستشهد نفس اسعار سلسلة الاس 23، يعني في المتوسط سيكون سعر الاس 24 الترا بين ال 1200 وال 1300 دولار. الى هنا اصدقائي وصلنا الى ختام هذا الفيديو، كانت هذه حوصلة حول اهم ما طرأ من اخبار وتسريبات حول الجالكسي اس 24 الترا. في الختام اشكركم على المتابعة، اتمنى انكم استفدتم وان الفيديو اعجبكم، لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. اراكم في فيديو قادم، الى اللقاء وشكرا.